حسن بيه. الو، عم حسن. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا دكتور؟ والله انا مبسوط ان انا بكلم حضرتك يعني. يزيدك ربنا انبساطا. الله يكرمك، والله يوسع عليك كده ويبارك لك. واياك يا اخويا كل من يشاهدنا، اتفضل. الله يكرمك. انا عندي الحاجه توفت بقى لها سنه كده، في شهر 2، زي شهر 2 كده، بقى لها سنه كده. الله يرحمها ام وموتى المسلمين. فميتة حسن الخاتمه بتاعتها جميله جدا يعني، مبتسمه ومتشاهده وطايره في النحش، والحمد لله رب العالمين. يعني شهاده كله حلو الا طايره دي. والله احسن. انا لو سكت يبقى حوافق. استنى بس، انا لو سكت يبقى موافق، فحضل للامه. سيبك من طايره بالنعش دي، حلو ومتشاهده حلوه وطاهره حلوه وجميله حلوه واموره حلوه وقالت لا اله الا الله حلوه، او ما قالتش حتى حلوه ونص. العبره لا بالاواله ولا حاجه خالص. حسن، في سؤال ولا انت عايز توجهنا للطيران بالنعش؟ في سؤال. يبقى اسال، انما ما تقولش طيران بالنعش يا حسن. يا حسن ماشي، انت فلاح زي حالاتي. انت اسمع بس، انت فلاح زي حالاتي. عندنا يا اخويا وعندكم في كل البلاد العيال اللي شايله النعش بتجري يا اخويا، ما حدش بيطير بالنعش. يا حسن اللي مات سكن، يا حسن سكن الفؤاد، فنم هنيئا يا جسد، فالخلد مأوى والنعيم الى الابد. والساكن يا حسن حسب قواعد الديناميكا يا حسن لا يمكن يتحرك. اسمع يا ابو علي، الساكن يا ابو علي، يا حسن الساكن يا ابو علي لا يتحرك نهائي الا بقوى خارجيه تؤثر فيه فتحركه. اذا كانت القوه عنيفه وسرعه يجري، اذا كانت بطيئه يا حبيبي. محدش بيجري على النعش، والكلام ده مشهور من زمان في المصريين، وهو دجل ولا اساس له من الصحه ولا علامه على الكرامه. انا ليا سؤال بقى. انا عايز السؤال يا حسن، انا عايز السؤال. الله يتسلم، تسلم يا غالي. هو حضرتك ان شاء الله، هو انا بقالي سنه بحلم بيها، كنت انا هطلعها عمره قبل ما تتعب وتموت يعني، كنت مجهز لها كل حاجه، ما طلعتش عمره، طلعتها قبل كده. بس جيت اطلعها العمره الثانيه توفت، قالت لي انا مش هعمل عمره وهموت. هي قالت لي كده. الو، معاك يا حسن. قالت لي انا مش هطلع العمره الثانيه دي معاك، وانا ايه قعدت توصيني لان قالت لي انا هموت. فلما توفت تعبت المستشفى، كانت عامله باتر في جنيه. لما توفت كل مره بحلم بيها ان هي سليمه وجايه مبسوطه تيجي لي في الحلم، مبسوطه وهي بتديني حاجات، يعني بتديني دايما حاجات. ففي مره حلمت ان انا طالع عمره، وبعدين بقابلها بتديني حاجات تقول لي خدها معاك. قلت لها ما تجيش، انا رايح مكان احسن من اللي انت فيه، يعني انت في مكان احسن من اللي انا رايح. انا سامع. انا قلت لها كده، قلت لها انا رايح اعمل عمره، انت في مكان احسن من اللي انا رايح. قالت لي انا مبسوطه، وخد اللي دي الحاجه دي معاك، وانا مبسوطه، انا في مكان حلو. السؤال بقى، السؤال يا حسن، السؤال انا بحلم بقى دايما ان هي عايشه وبتيجي سليمه وعايشه معايا. ايه السؤال؟ السؤال ان هي بتديني كل يوم بقى لها سنه، بتجيلي معايا ان هي عايشه وموجوده وبتمشي برجليها سليمه ومش مريضه. بالراحه حسن، مبسوطه دايما. بالراحه حسن. انت فكرت قبل ما تتصل بيا تعمل عنها عمره بعد ما ماتت، ولا ما تعملش، ولا ما فكرتش؟ عملت لسه، انا لسه جاي من عمره، وانا والعيال ومراتي، انا كنت حاجزناها. استنى بس. هل انت فكرت قبل ما تسالني انك انت هتعمل لها عمره بعد ما ماتت وتدفع لها 6,500؟ ما انا عملت العمره لسه جاي اهو. عملت ليها؟ عملت ليها؟ وخدتها عمره قبل كده، يعني انا وضفت عمره. لا ما تقولش انت خدتها قبل كده وجيت تعمل لها العمره الثانيه، قالت لك مش عامله انا هموت، الله يرحمها يا رب وامي وموتى المسلمين. استنى يا حسن، فانت فكرت تعمل عمره، ما كنت هتدفع لها 6,500 وهي صاحيه، فجالك الفكر طب ما اعمل لها العمره عنها بال 6,500. لا بعد ما ماتت. بص يا حسن، بص يا حسن انت فكرت تعمل لها العمره بعد هي ما ماتت عشان انت ترتاح وانت ابن حلال. اكمل كلام يا حسن. فجالك الفكر لما شفت المنام انها مبسوطه، يبقى مفيش داعي للعمره، وتوفر ال 6,500 ما دام هي مبسوطه. بشكرك يا حسن، وابشر بالخير لامك التي ماتت على التوحيد، والله يعامل الموحدين بلطفه وكرمه وجوده ومغفرته. وامك مش محتاجه عمره،
لا الاولى حتى كانت محتاجاها ولا الثانيه محتاجاها ولا تعمل لها، ولكن هات الفلوس اللي كنت هتعمل بيها العمره، كانت هتعمل بيها الله يرحمها، وتصدق بها عليها يا ابا علي.